مساء الخير عليكم، مساء الصحة والجمال، مساء الخير على كل متابعينا ومشاهدينا برنامج بنات حواء. حلقتنا النهاردة مختلفة تماما. حلقتنا النهاردة عن الصحة النفسية. كلنا طبعا ساعات بنبقى محتاجين ان احنا نقعد مع حد ونتكلم، لكن ما بنلاقيش حد نتكلم معاه، ساعات بنحس ان احنا عندنا اكتئاب. حلقتنا النهاردة مختلفة. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الطب النفسي، ومعانا النهاردة مستشفى من أعرق المستشفيات في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مش بس في مصر بل بالعالم العربي. معانا النهاردة الأستاذة منى عبد السلام، كبير الأخصائيين النفسيين بمستشفى دكتور جمال ماضي أبو العزايم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، نورونا النهاردة. تسلمي، ربنا يبارك. النهاردة هنتكلم طبعا عن الطب النفسي، لكن نطلع تقرير ونرجع تاني. أهلا. بعد ما شفنا التقرير معانا، بنرحب بحضرتك لتاني مرة. كنا عايزين نعرف من حضرتك، نتكلم الأول عن مستشفيات دكتور جمال ماضي أبو العزايم. تمام. هي تعتبر مؤسسة تضم مجموعة من المستشفيات في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان. لينا فرع في مدينة نصر، وده يعتبر هو أقدم الفروع، يمكن عمره أكتر من 40 سنة. عندنا فرع في مدينة العاشر من رمضان وفي العياط، عندنا في القاهرة الجديدة، ده أحدث فروعنا. مش بس بنهتم بالطب النفسي وعلاج الإدمان بس، إحنا كمان عندنا مدرسة في العاشر من رمضان للأطفال المعاقين ذهنيا، وكمان ملحق بيها دار لرعاية المسنين اللي هم مرضى نفسيين وفي نفس الوقت متقدمين في السن، فبنقدم لهم الرعايتين، رعاية دار للمسنين والرعاية النفسية. تمام. طبعا إحنا كلنا عايزين نعرف يعني إيه طب نفسي، بس احنا عايزين الاول نتكلم عن المريض النفسي وايه الفرق بين المريض النفسي والجنون. تمام. الناس كتير قوي ما تعرفش الحقيقه ان في خلط كبير جدا عند كتير مننا في ان مفهوم المجنون او المريض النفسي او المريض العقلي. فاحنا هنا عايزين نفرق ما بين النوعين دهما. في مريض نفسي في مجال الطب النفسي عندنا نوعين، اللي هو المريض العقلي والمريض النفسي. في فروق بينهم كبيره جدا. تمام. يمكن المريض العقلي اللي احنا ممكن تجاوزا، مع ان انا ما بحبش بصراحه لفظ مجنون ده ابدا يعني، ولكن تجاوزا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع القلم عن المجنون، فانا ما اقدرش انفي اللفظ، ولكن هنقول هو مقصود بيه مين. تمام. مقصود بيهم المرضى العقليين. طب هو ايه الفرق بين المريض العقلي والمريض النفسي؟ تعالي للسبب الاولاني. ايه اللي بيسبب المرض العقلي؟ اصابه عضويه في المخ، خلل حصل في المخ. تمام. لكن المرض النفسي اللي بيسببه ضغوطات حياه ومشاكل وظروف بيئيه وظروف اسريه، ده المرض النفسي. حياتنا اللي احنا عايشينها حياتيه، كلنا بنتعرض لضغوط وكلنا بدرجه ما عندنا مرض نفسي. تمام. فده من حيث السبب. طيب ايه الفرق بقى بين المريض العقلي والمريض النفسي؟ المريض العقلي هو ما بيعترفش ابدا انه عنده مرض، هو طول الوقت شايف اللي هو ده المختل عقليا. المختل عقليا هو طول الوقت شايف انه لا والله انا زي الفل وانتوا اللي عندكم مشكله، ودايما عنده ضلالات وعنده شكوك وعنده اصوات بيسمعها وخوف، عالم مخيف هو عايش فيه. هو بيتكلم عن ناس بتراقبه، هو شايف ناس بتراقبه وبيسمع اصواته، هو فعلا كده وشاكك في كل الناس اللي حواليه. ده المريض العقلي. لكن المريض النفسي طبعا في انواع كتير للمرض النفسي، اللي هو زي الاكتئاب بانواعه،
لو حابين نتكلم فيه. وعلى فكرة الاكتئاب بيصنف يمكن حاليا يعتبر تاني مرض انتشارا بالنسبة للأمراض النفسية، وفي أبحاث بتقول على 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 سنة 2020 هيبقى هو المرض الأولاني من حيث الانتشار. فإلى أي مدى يعتبر الاكتئاب ده مرض مخيف بالنسبة للأمراض النفسية، مش هيبقى مرض العقلية بس؟ بس الاكتئاب ده أستاذة منى ليه بوادر؟ الاكتئاب ليه أنواع، ليه انواع، هنتكلم عن كل نوع لو حبيتي. لكن انا بتكلم دلوقتي عن الفرق بين المرض العقلي والمرض النفسي. المرض النفسي اللي هو منه الاكتئاب والمخاوف والوسواس القهري والكلام ده، ده المريض النفسي. غالبا المريض عارف انه عنده مشكله وبيقول الحقوني ساعدوني ان انا احلها. المريض مستبصر بمرضه حتى وان كان عنده شويه ضلاله، بس يقول انا عارف ان الفكر بتاعي ده مش مظبوط، ساعدوني ازاي اتخلص منه. ده بخلاف تماما المريض العقلي. تمام. طيب أستاذة منى، عايزين نعرف المشاهدين أهمية المؤتمرات اللي بتتناوبها مجموعة مستشفيات دكتور جمال ماضي أبو العزيز. تمام. هي المؤتمرات بالنسبة لنا هي ليها ثلاث أهميات، حاجات مهمة. أول حاجة هي الجانب الأكاديمي والعلمي. إن إحنا من خلال المؤتمرات ده بنقدر نبقى نحط إيدينا على الجديد في مجال الطب النفسي. مش بس بنستضيف علمائنا وخبرائنا في مصر. لا، كمان بيجي لنا خبراء أجانب ومن الدول العربية، عشان كده احنا دايما بنبقى أبديت بكل جديد في المجال بتاعنا. ليها أهمية تانية اجتماعية، إن شوية العاملين الفريق العلاجي المكون من الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي والطبيب، المفروض يكون في لقاءات ما بينهم، يبقى في تتشال الفجوات اللي ما بين الفريق ده، فبنتقابل وبنخرج مع بعض وبنروح اماكن، وبيبقى في يعني لقاءات بتبقى جميله جدا على المستوى حتى الاجتماعي. بالنسبه للموضوعات اللي بتكون داخل المؤتمر دي، احنا الموضوع بتاع المؤتمر السنه دي احنا كنا بنتكلم عن الوقايه من الامراض النفسيه. طبعا كلنا عارفين ان المرض النفسي يمكن من اصعب الامراض واطولها في مده العلاج. فلو قدرنا ان احنا نعمل خطه ان احنا وقائية ضد المرض، فده طبعا احنا هنبقى حققنا باع كبير جدا في مجال الصحة النفسية. تمام. فيمكن ده كان المحور اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو ازاي الوقاية. طبعا الوقاية بتبقى من خلال، طبعا في مؤسسات الدولة المفروض بيبقى ليها دور في مجال الوقاية. احنا كأفراد وكمجموعات وكأسر بيبقى لينا دور، والجمعيات بقى إذا كانت المستشفيات والمراكز بيكون ليها دور. دور المؤسسات بتاعت الدولة إن هي تعمل المراكز، يمكن دلوقتي في خطوة اللي هي الفحص للمقبلين على الزواج والتحاليل، والمفروض إن احنا نتوسع أكتر عشان نقدر نحمي من البداية خالص، من أول ما بنختار الزوجين، لأن هما الزوجين دول اللي هيبقوا البداية لأولادنا. فزي ما النبي بيقول تخيروا لانطافكم فإن العرق دساس. فمن البداية خالص فحص شامل للمقبلين على الزواج عشان نشوف لو في بدايات نقدر نلحقها، أو حاجات بتنذر إن ممكن تكون في مشكلة في البداية، فده يبقى كويس جدا لما يبقى فيه التدخل. حصل زواج وارتباط وحصل رعاية، يبقى في رعاية للأم وهي حامل. حصل الميلاد جه الطفل، يبقى فيه قدرة الأم إنها تكتشف اكتشاف مبكر لو في أي مشكلة عند الأولاد، إن إحنا نلحقها من البداية، ده أفضل كتير قوي من إنها تتطور معانا لما بنكبر وتتحول لاضطراب نفسي. لكن أنتوا بتقدموا توعيات للناس؟ طبعًا. إحنا في توصيات بنخرج بيها، وبنقول في مكاتب، في مكاتب إرشادية وفي عيادات حتى للإرشاد الأسر والمقبلين على الزواج، وإرشاد أسري للأسر حال الخلافات الزواجية، أو حال مثلًا اكتشاف أحد أفراد الأسرة إن في مشكلة. وطبعًا إحنا هنا نهتم ان احنا نوعي الناس ان يكون اكتر ملاحظه لاولادها واكتر حساسيه اي تغيير بيحصل. يعني لو ابني مثلا نشيط بزياده، يمكن احنا كتير من اولادنا دلوقتي عندنا حته فرط الحركه. يعني دي مشكله لو ما اتعالجتش من الصغر ممكن في المستقبل تدخلنا في قصه مرض نفسي، ودخلنا في ادمان وفي مشاكل تانية. فرط الحركه فرط الحركه في البدايه. طب لو ده الام تكتشفها امتى؟ طبعا كل امهاتنا دلوقتي، كل الامهات بتشوف ابنها قرد في البيت، ما شاء الله ابني عمال يلعب ناقص يطلع فوق الحيطان اللي في البيت. تمام. في بعض الاسر تفتكر ان دي مجرد شقاوه، فتتعامل معاه لانه الطفل شقي، وممكن تتعصب عليه وتعمل معاه مشاكل، في حين ان الولد لا، الولد عنده مشكله، ولو ما تلحقتش ممكن بتنذرنا بمشكله كبيره. فعشان كده لو كل ما كان الناس اكتر وعي، كل ما كنا قدرنا نحمي الاجيال اللي جايه ان شاء الله من الدخول في. طب استاذه منى، احنا شفنا في المؤتمر ان في مدرسه تاهيل مستشفى دكتور ابو العزايم،
كمان لقينا مدرسة. مدرسة المختار. تمام. عايزين نعرف ايه الخلط بينهم. تمام. احنا لما هنيجي نتكلم عن مجال ان انا عايزة اقي من المرض او ان انا اكتشف مبكر، انا هكتشف امتى الطفل امتى وهو في المدرسه. طيب. يعني انا مش هستنى لما يكبر ويبقى مريض اكتئاب او مريض مخاوف، لا، انا من البدايه خالص هو في المدرسه. علشان كده المدرسه لازم تكون على درجه من الكفاءه، ويكون الاخصائيين اللي موجودين اخصائيين كلينيكيين يقدروا يكتشفوا الحالات من البدايه خالص بتاعت الاطفال اللي ممكن يكونوا مشكلين او عندهم مشكله، او حتى العلامات المنذره اللي بتقول خلي بالكم في علامه كده بتقول في خطوره على الطفل ده انه يدخل في دايره اكتئاب او انه يدخل في دايره سلوك مش مظبوط. تمام. مؤسسه هي مؤسسه خيريه بتتعامل، لكن لازم هم الثلاثه موصلين بخط واحد. طبعا التاهيل النفسي مهم جدا جدا، لا يقل أهمية أبدا عن العلاج الدوائي. طيب. لو قلنا إن العلاج من الأمراض النفسية الأدوية والجلسات بتاخد 50% من العلاج، يبقى التأهيل النفسي بياخد 50% التانية. تمام. إحنا عايزين نعرف بس في عجيلة، يعني كلمينا عن دور اللي بتقوم بيه المؤسسة تجاه المجتمع. إحنا بنعمل زي اختصار بنعمل ندوات وكورسات تعليمية طيب. لإخواتنا اللي هم في المجال، سواء أخصائيين نفسيين أو أخصائيين اجتماعيين أو أطباء، إن احنا نعمل لهم دورات في المجال بتاعنا عشان يبقوا دايما عندهم كل جديد في المجال من أنواع العلاجات وفنياته. كمان إن احنا بنعمل جلسات توعية للأسر، يعني احنا في بناخد مثلا كل شهر مرض من الامراض طبعا. ونعمل عنه دعايه، والاهل يجوا اللي عندهم اي تساؤلات. كتير من الاهل بيبقوا مش قادرين يتفاعلوا ولا يفهموا طبيعه المرض، منهم اللي بيبقوا خايفين جدا من المريض اللي عندهم، مش فاهمين يتعاملوا معاه ازاي، يا ترى اشد ولا ارخي، ولا يا ترى امشي معاه في ضلالاته وافكاره، ولا المفروض ان انا اقاومه واقنعه واقول له لا الكلام ده مش مظبوط. فدايما الاهل الحقيقه محتاجين ان هم توعيه أكثر. فاحنا ده برده من ضمن الانشطه اللي بنعملها، طبعا بالاضافه للمؤتمر السنوي اللي بنعمله كل سنه. السنه دي كان عندنا مؤتمرين مش مؤتمر واحد، اللي هي الهدف منها كده ان احنا نبتدي نعرض الابحاث اللي موجوده، ونعمل خطه للسنه الجديده، ان احنا والله احنا هنتناول في السنه الجديده مثلا الخلل المعرفي، وده كان الموضوعات اللي تناولناها في السنه اللي هي فاتت، اللي احنا اكتشفنا ان كتير يعتبر الخلل المعرفي ده قاسم مشترك ما بين كل الامراض النفسيه حتى مع الاطفال الصغيرين. فبدأنا ان احنا نعمل برنامج، وصممنا البرنامج ده هو ان احنا بامر الله على امل ان احنا نطبقه على 1000 حاله، ونستعين باساتذتنا في الجامعه ان احنا نقننه ويبقى ليه فايده بامر الله كبيره ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا، واكيد كلامنا مش هيخلص. بنشكر استاذه منى عبد السلام كبير الاخصائيين النفسيين بمستشفى دكتور جمال ماضي ابو العزايم. بنشكر حضرتك. شكرا. نطلع نشوف تقرير ونرجع تاني.